اهلا وسهلا، يلا حيهم. وين وصلنا؟ وصلنا ديزني لاند. اذا ما تعرفون من انا احمد الشمري، هذه معلومه عني على السريع. انا احمد الشمري، صانع محتوى ورحاله من السعوديه، مسافر على مدار ال 24 ساعه بشعار كن على ثقه بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله ونضم معانا نلف العالم سوا، واخليكم مع المقطع. يا اخي الميوزك، الاغاني هنا كذا تجيك رعشه الطفوله في ذا المكان. لحظه خلوني اعطيكم معلومات عن ديزني لاند. ديزني لاند اليابان كانت أول حديقة ديزني تبنى خارج الولايات المتحدة، مكانها في مدينة طوكيو، تبعد عن سنتر المدينة 20 دقيقة بس. قدامك خريطة أو عالم ديزني لاند، في البداية أنت راح توصل للنقطة هذه إذا كنت مستخدم القطار، ومن هنا بوابة الدخول لعالم ديزني. ولكن لحظة، تشوف المبنى اللي بالأزرق هذا فندق ديزني لاند، يعني تقدر تحجز لك غرفة عشان تعيش تجربة ديزني لاند بالكامل، وحتى فندقهم جهز وكأنك بعالم ديزني. أسعاره تبدأ لليلة 1050 ريال، ما يعادل تقريبا 285 دولار للشخص الواحد. طبعا ديزني لاند فيها 6 مناطق رئيسية أشرت لكم عليها باللون الأصفر، كل منطقة لها طابع وألعاب وستايل الخاص فيها. على سبيل المثال لو سافرنا العالم ويسترنلاند بتلاحظ الطابع يحاكي الغرب الامريكي، وحتى العابهم والفعاليات. اما المنطقه السابعه واللي هي راح تستفتح فيها عالم ديزني لاند اول ما تدخل، اسمها وورد بازار، اشرت لكم عليها باللون الاحمر، وطبعا من اسمها واضح فيها محلات كثيره لو حبيت تشتري. وطبعا تصميمهم للعالم هذا تصميم فيكتوري حاكي شوارع نيويورك بالقرن العشرين الماضي. وكلفتني تذكرة الدخول للشخص البالغ 230 ريال، ما يعادل 61 دولار. وما طول عليكم الشرح، خريطة ديزني لاند بتحصل رابطها تحت بالوصف من موقعهم الرسمي إذا حبيت تطلع على المناطق وتاخذ فكرة عن الفعاليات. يا أخي تجيك رعشة الطفولة في المكان هذا، الزبدة لازم نجهز الأمور. يا أخي أدور أذان ميكي ماوس وأنا محصلها، حصلت ميني وما راح أحط حقت بنات. هذا رهيب فوق راسي كذا ولا امشي. المكان اسطوري، هذه بداية المكان. هنا قبل البوابة راح تحصل هذا المكان، تبي تشتري اشياء، تبي تضبط امورك قبل ما تدخل عالم ديزني. اصعب شيء اليوم انها قاعد تمطر، ما شاء الله، شوف الدنيا مغيمة، فصعب الموضوع، ماني عارف كيف اصور بوقت الامطار. ولكن لا تخلي اي شيء يخرب وناسك، راح نطلع وننبسط يوم كامل باذن الله ديزني لاند. اول شيء نشرح لكم اياه فكره الخزانه، اللوكر. انا كاحمد منعوني من الدرون، منعوني من استانداتي، انا كصانع محتوى ما عليكم مني. انتم اذا تحتاجون اي لوكر، هذه اللوكرات راح تحصل فيها مفتاح، يعني هذه فاضيه تفتحها وتحط اغراضك، وبعدها تحط فيها الكوينز، تقبل فقط الكوينز الميات. لو ما معك صرف ما تحتاج تجيب صرف، لأنه هنا عندهم الآلات هذه تصرف لك، تحط فيها ال1000 ين أو تحط فيها ال500 الكوين وتطلع لك ميات. وبسم الله على بركة الله، من هنا بوابة الدخول، من هنا يبدون يفتشونك. للمعلومية ترى هذا فندق، اللي يبون ينزلون بفندق ديزني لاند هذا فندق، وتصير على طول ما تحتاج تنزل وتمشي كذا وتدخل على طول الى عالم ديزني لاند. يا عمري هم، شفتوا كيف اخلاقهم؟ ليش من اليوم يسلمون ويضحكون معي؟ لانهم رجعوني على اساس الدرون والستاند والاغراض حق التصوير حقتي، عشان كذا تشوفون. يا اخي والله العظيم اليابانيين يا ناس، اقسم بالله قمه الاخلاق. عموما شعب اسيا كلهم كذا، اليابانيين اعطوهم اكسترا نقطه لانهم مره اخلاق. يا اخي سبحان الله، المطر نزل بشكل قوي مره لدرجه انه كل شيء تكنسل، ولكن خيرة سبحان الله ما تدري وين الخيرة فيه. إذا علمني شيء السفر والترحال، علمني أن تكون نظرتي إيجابية للحياة، ولكن والله ما أخليها بخاطري ولا بخاطركم. راح أشتري تذكرة ثانية ونجي اليوم اللي بعده نستكشف ديزني لاند مع بعض. تعالوا اليوم اللي بعده، رجعنا لكم بيوم جديد، جو مشمس، شوف العالم، ما في أمطار، يا رب لك الحمد. الحين أقدر أقول لكم تعالوا نستكشف ديزني لاند. هي منطقة وورد بازار. والله العظيم تصميم كذا كيف كأنك في نيويورك في القرن العشرين. فكرتهم مرة رهيبة، مرة مرة حلوة. البازار هذا طبعا يعني من اسمه بازار في كل المحلات، فهنا حلو تجي هنا تقعد تشتري، بس خلوها آخر شيء. هي أول منطقة راح تواجهك أول ما تدخل، بس خلها آخر شيء، على طول خش المنطقة اللي بعدها. بس فكرة البازار مثل ما انتم شايفين محلات بكل مكان. يو والله زحمة، بس أحلى شيء إنه زحمة كذا، حلو إنه يكون في حركة وناس. هناك قصر سندريلا تشوفونه قدام هناك. ما تعتبر دخلت ديزني لاند إلا إذا جربت الأكواب، أدري بتدوخك وتخرط بين كرياسك، بس لازم تدور فيها كذا، تعتبر أنت حطيت بصمة بعالم ديزني لاند. رجب شو الأوضاع فوق؟ عشان ما تقول احمد حرمنا من شيء، حتى كوب قهوه دلستكم. يلا خليني اوريكم، يلا. والله دخ انا ما ادري الالعاب اللي فيها دخ دخ ولا دخ. يوه دوخ والله دوخ والله رهيب. رجل تمسك رجل والله دخت صدق، ما امزح والله دخت. خلي خفيفه خلي خفيفه خفيفه خفيفه. ايوه ثانك يو اريغاتو غوزايماس. طبعا ترى كل قسم مثل ما قلت لكم، كل منطقة أو كل قسم في ألعاب، يمديك تجرب ألعاب. لحظة هذا وشو؟ مكتوب اتس سمول وورد، عالم صغير. لحظة لازم ندخل والله بشوف شو السالفة. ترى أنا والله ما أعرف كل الألعاب، أنا بس عرفت المناطق وقلت نجي نستكشفها مع بعض. حلو وجه الله. حلو. عالم صغير، خلينا نشوف وش العالم الصغير هذا. اعطاني مكيف. اوه والله رهيب، اتس فيري كولد. والله رهيب المكيف، والله المكيف قام يهفف علي. اليوم مره حر مره حر. يو والله جميل مره جميل، شو من داخل والله جميل. واو ما توقعت كذا والله من داخل. نايس. اوكي شوف اللعبة هي صايرة. هذه الموية هذه قد ظهرني شفت صورتها. تشوفون هذه القوارب كذا وتروح برحلة داخل. شوف يزن، شوفوا اليابانيين كيف يسلمون ويرحبون، شوفوا شلون اخلاقهم. والله العظيم فعلا ماخذين شغلهم على محمل جد. يلا بسم الله. تو التعليمات قاعد يقول انه انتبهوا خلوا يدينكم داخل، واخر شيء قال كمبوياج. كمبوياج شكلنا بنموت. رجب مستعد. رجب اصبر خلنا اصبر. رجب اطيح. رهيب والله، تنفع للاطفال يا اخوان، يعني ما عليكم اللي معاه اطفال عادي. يا الله والله العظيم. اخي ديزني لاند يا اخي، والله العظيم ذكريات حلوه. اسلم اسلم. هذا الكذاب ابو خشم. تدرون وش اللي يضحك؟ انه حنا الكبار مبسوطين اكثر من الصغار. مبسوطين ونتحرك يدينا. تدرون ليش مبسوطين؟ لانه يا اخي لما تكبر بعدين فجأة تشوف الاشياء اللي انت تشوفها وانت صغير كذا، شريط ذكريات طفولة يمر عليك، عرفت؟ حلو المكان والله. يود هذا ما ودك تتهاوش معاه، يمين بالله بيفلقك باللي معاه. فهمت الحين فكرتها؟ عالم صغير داخل عالم كبير، فعلا عالم صغير تشوف الناس هذا يرقص وهذا يغني وهذا يحتفل وكل ثيم مختلف، والله حلوه تستحق انك تجي هنا تشوفها. وبسم الله نكمل الاستكشاف ونشوف الدنيا. يا اخي والله العالم مره كبير، ما اعرف وين اروح. هذه وش؟ شوفوا هناك، شوف كيف المباني شكلها هناك، البيوت. سندريلا جايينك يا سندريلا. اوه هذا قصر سندريلا. يا سلام شوف الله. ما لكم تركضون، انا ما اقدر والله، لو اني ما قصنا محتوى ركضت معاكم، بس المحتوى شوف المكان الاسطوري. هو نقدر نطلع فوق، نقدر نطلع فوق. يا زي الاميره الصغيره هذه ما شاء الله. طالعين فوق، رجب مشينا فوق، خلينا ندور سوسو. سوسو هذا ايش؟ اكزت اونلي. الظاهر اني عكست الدنيا هنا. طردوني انا ورجب والله. طلعت قاعد ادخل من مكان الخروج. نبي ندخل هنا عشان نشوف القصر كامل من داخل. اول شيء تركب الاسانسير ويطلعونك فوق للقلعه ونبدا نستكشفها مع بعض. هلا كونيتشوا. رهيبة هذه. تذكرونهم الفيران. ذكرتوها؟ لا. سلقدوا لياني من شكبوا لانه ببيدك بابا ديبو. ذكرتوها العين؟ اوه كرسي سندريلا. هنا حاطين لك كرسي سندريلا، اذا ودك تحس احساس سندريلا تعال اجلس هنا. تدرون وش تخيلت؟ الشنبات واقفوا، والله ما صورت كرسي سندريلا. يا ولد هذا وضعنا حق اطفال ذا. هاي رجب ايش فيهم الناس يرقصون هنا؟ اوه علاء الدين وسنو وايت كلهم ناس. سبلاش ماونتن ابغى اروح اجربها. كلهم جمهور رهيبين على طول كلهم. شوفونا هذيك سبلاش ماونتن، شوفوا شوفوا هذيك. ايوه سمعتوا الصراخ، هي دي سبلاش ماونتن. اللي لاحظته هنا يا اخي رجب احترق من الشمس. في حركه حلوه هنا مسوينها، اللاين مطولينه مره، ليش؟ فتصير تمشي واجد وما تحس بالوقت فعليا، عرفتوا؟ يعني فعليا الانتظار يقعد 8 دقائق كذا 7 دقائق بس ما تحس فيه لانك قاعد تمشي، وهذه احلى حركه مسوينها هنا. انا محظوظ اليوم دايما، انا اول واحد ما ادري ليش. هذه تقريبا اطول لعبه انتظرت فيها بحدود الربع ساعه، بس ان شاء الله انها تستاهل. من الحين متحمس انا. مستعدين؟ تمسكوا. اوه والله حلو المكان، والله رهيب جميل. ان شاء الله يبين، المشكله قاعد اصور بجوبرو. يا رب واضح المكان، شوف والله رهيب والله، شوف والله بطل. جميل مره. السلام، شوف الوجه. يوه رمس النار. هو مو واضح عندكم بس مسوينه كذا، عرفتوا نظام دخان وشيء مرعب يعني. شوفوا عيونهم اصلا. الحين ها مستعدين؟ يلا شوفوا شكلي، شوفونا. يا اخوان صراحة محارب اقسم بالله انها دحيلي حر، وقاعد اراكض احاول الحق على الالعاب. هنا في مشكلة انه الاكل حلال ما فيه، يعني كذا مرة سألت ماني قادر احصل، فاضطريت اني اخذ مثل المعجنات فراولة مع بستاشيو، يعني نلم الليلة لين ما الله يفرجها. شوفون كذا طلبت معاه كافي لاتيه، لانه فعليا احتاج كذا، ابي كافيين بدمي، ابي اركض، ابغى اسوي اشياء واجد. في شيء مهم لازم تسوونه اذا جيتوا هنا، لا تمشوا. اسلم حبيبي ايش فيك؟ يا اخي خلاص لا والله معاملة بني ادم. خلاص انزين، خذ عضو القرطاس ولا اجيب لك. شوفوا لا تجون هنا بدون الخريطة، الخريطة يا انك انت تاخذها من عندهم من هنا اذا تحب الورق، نظام تفتح خريطة كذا وتقعد تناظر وعاتك حالة، او انك انت تحملها عن طريق الويب سايت حقهم، او عاد تفتحها بجوالك مثل ما انا الحين فاتحها بجوالي. ولازم تشوف المناطق، الخريطة ميزتها انها مفصلت لك الاشياء اللي تقدر تسويها، فتشوف كل منطقة وتشوف وش اللي ممكن تجربه عشان تلحق على اليوم كامل. صغيرة خايفة قاعد اخليه يمسك راسه، معلومة شوف الوجه. شوفوا المنطقة هذه الويسترن لاند، واضح اتوقع من فكرتها او من شكل الثيم اللي قاعد تشوفونه، التصميم يحاكون الغرب الامريكي، وحتى الالعاب اللي فيه يحاولون انها كلها قريبه من الغرب الامريكي، فهمتوا؟ حتسمعوا الميوزك ولا تذكرون بالله ما جاكم حتى المنظر كيف الافلام كذا واحد يطلق عليه ويطيح من فوق، نفس الفكره بالضبط. شوف الغرب الامريكي. وطبعا كل محل داخل يكون فيه اشياء تشتريها، خليني اوريكم على السريع. نفس فكره اللي هو لما دخلنا في البدايه، نفس كذا. حلوين؟ خلونا احنا الحين نروح نلعب انا وياكم. لحظة تشوفون الخط هذا، والله زحمة هنا. اوه هذا القطار السريع، هذه أشهر لعبة هنا، هذه أشهر لعبة في عالم ديزني. بيج ثندر. الا والله هي الوقت ترى معانا ضيق مرة، قاعد أحاول إني ألعب اللي أقدر عليه وبنفس الوقت أوريكم المكان، عرفتوا؟ لأنه في انتظار. اسلم يا الغراب. يلا وصلنا، على وشك على وشك. عجبني مره التصميم، مره رهيب. دامه افضل قطار، المفروض انه شيء اسطوري، باذن الله انه شيء اسطوري. لا 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 لا. يا حلاوه. يا ولد دخلني في مويه قبل شوي، غدر فيني والله، طرت في المويه. بكى بكى. حصلت سنو وايت والاقزام السبعه، مخبينها هنا. فشلون عرفت انها هنا؟ وانا هناك سمعت صوت الاغنيه حقتها، وبعدين حاطين بير تشوفون وترمي فيه مثل يعني فلوس وتتمنى امنيه، خزعبلات. هي ترى طقطقه، انا ترى خزعبلات مو هذه رهيبة الأغنية يا أخي، والله العظيم أقسم بالله طفولة يا أخي، ذكريات طفولة جميلة مرة. لا لا والله، لا والله برقصكم معي. يود تلاقي واحد أبو عيال جالس وش بلاه هذا كذا. آسف والله آسف، خلاص خلاص نروح نشتري شكل ونجي. انا بوريكم شيء شدني من بعيد، هنا تحس انها بيت صح؟ شوف بلوتو هناك. شوف بلوتو معلق سراويله هناك. معلق سراويله هناك. ها تري هاوس، تقدر تدخل بيت هناك تشوفون. طبعا منطقة تون تاون هنا موجودين الشلة ميكي ماوس دونالد داك، عرفتوا كلهم هنا. فمسوين لك كذا مثل المجسمات بيوتهم، مثلا بيت ميكي ماوس وكذا، وتقعد تتمشى. هلا يا حبيبي. هنا حصلنا سراويل بلوتو بس ما ادري وينها. يعني هذه شوف البلد المكان. رهيب مرة رهيب يا أخي. الشمس الشمس، يا رب إنكم تشوفون زين. منطقة تون تاون حقت أطفال فعليا. هنا تقابل ميكي ماوس، جنب بيت ميكي ماوس بيت ميني، تدخل هناك البيت تشوفه وتساعدها على أساس إنك تساعدها، يعني مرة حقت أطفال. جيبوا أطفالكم المنطقة هذه. ترى قطار حقيقي، مو باستهبال، قطار حقيقي ترى. يلا مستعدين الحين؟ الفكرة بالرحلة هذه انك دخلت العالم الغربي القديم الامريكي، القطار البخار، وشفت قبل شوية اللي هو الشكل والتصميم حق البيت. شفتوا هذه العادة اللي أقول لكم عنها؟ شفتوهم؟ أقول لكم بيهم عادة حلوة هنا، اليابانيين لازم يسلمون على بعض، كلهم مبسوطين، كلهم يسوون طايرين صاروا. اوه علم ديناصورات. شوفوا القلعة اللي وراي، هذه قلعة الجميلة والوحش، بيوتي اند ذا بيست، ولكن الخط اللاين مرة طويل فماني قادر أوقف، فعليا ما معي وقت لأنه عندي قطار الأوساكا لازم ألحق عليه. حاولت اني انا اغطي الاشياء اللي اقدر اغطيها بس والله مره ما عندي وقت. والله ضروري اذا جيتوا هنا فعليا تخصصوا لي يوم كامل. الى هنا وصلنا نهايه المقطع، يعطيكم الصحه والعافيه على المتابعه، اتمنى والله من كل قلبي ان المقطع عجبكم ونال رضاكم. الهدف اليوم اني انا احاول اعيشكم ولو جزء بسيط من عالم ديزني، ابيكم تجيون كذا كانكم جيتوا انتم اليوم واستكشفناه مع بعض. المقطع هذا واجهت فيه تحديات الله لا يوريكم، نص معداتي ماخذينها الامن لانه ممنوع ادخلها هنا، بس حاولت وان شاء الله ان انا وفقت اليوم في المقطع هذا، فلا تحرموني من اللايك والاشتراك، اهم شيء الاشتراك، حياكم انضم معانا عشان نلف العالم سوا. شكرا والله على دعمكم في الفترة الأخيرة، قناتي قاعد تطلع بشكل مرعب، شيء يخوف. نشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي، في امان الله.